السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش تشري من علي إكسبريس. أولا قبل كل شيء لازم يكون عندك بطاقة، سواء كانت بطاقة بايسيرا ولا وايز ولا حتى ردوباي. نعطيكم سبيل مثال كما هذه يا خوتي وايز، لازم تكون عندها كما هذه بطاقة وايز باش تقدر تشري من علي إكسبريس. وكذلك اللي ما عندكش وايز دي ردوباي، ندير لكم الرابط شرح كيفاش دوموندي بطاقة ردوباي. هذه هي بطاقة خوتي فيزا. سبيل مثال انا نحاول نشري منتوج من علي إكسبريس عجبني ونحوس نشري، هنا يديو تخفيضات، كل شيء باطل خوتي، كل شيء باطل. هنايا اللي تحوس عليه تلقاه خوتي، اللي تحوس عليها تلقاه. سبيل مثال نحوس نشري مثال هذه انتي شوك نتاع التليفون تاع ريلمي، ها هي خوتي، فيها كذلك قياس وكذلك فيها الوان. مثال نحوس على زرقاء، هي دي 3.190 تقريبا 4 دولار، والشحن هو 1.01 دولار. ندير شراء يعطيني اجمالي هذه الانتي شوك، جينا خاوتي هنا تقريبا 4.99، معناها تقريبا 5 دولار، معناها 5 دولار دراهم خاوتي. دوك نحسبوها، قلنا 5 × 23 يدير 23 24، حنا نديرو 24 طحنا 120، معناها هذه هي الانتي شوك طحنا 120,000. سبيل مثال انت عندك بطاقة وايز او ردوباي او بايسيرا، قبل ما دير طلب او شراء لازم لك واش دير، تعمل معلومات الشخصية، تروح الحساب، ومن بعد تروح اعدادات، ومن بعد تضغط على عنوان الشحن. هنا واش ندير خاوتي، ندير هنا اسم واللقب كيما ندير انايا، محمد الحبيب الشاهد، رقم الهاتف ورقم الباب والبلدية عين ماضي ولا تلغوات، ورمز البريد انت عين ماضي هو 03012، ودير الحفظ. ومن بعد واش دير، ترجع دير بطاقة تكليك عليها، ومن بعد دير اضافة جديدة، هنا يدير رقم البطاقة هنايا، هنا يدير اسم خاصة بك موجود في البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة وتتموت البطاقة، وكذلك دير الرمز البطاقة الكود تجدون خلف البطاقة، ودير حفظ. ومن بعد تختار المنتوج، مثال نختار مثال انتي شوك، ندير شراء، نختار اللون مثال زرقاء ولا حمراء، ندير مواصلة، ومن بعد ندير الطلب الآن. تم شحن انتي شوك الى عنوك خاصة بك. مدة التوصيل المنتوج ما بين من 20 حتى 30 يوم، ما بين وصول المنتوج الى البلد كما نقول احنايا المنطقة نتاعك من 20 حتى 40 يوم، معناها ماكسيمو هي 40 يوم، معناها الى منتوج الى ما جاكش مدة 40 يوم وفاتت 40 يوم، 45 يوم او حتى 50 يوم، الى ما جاك دير النزاع او استرجاع الاموال، معناها الى ما جاكش منتوج تقدر ترجع دراهمك عادي بدون اي مشاكل. خوتي جاكم هذا الفيديو لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.